في نقاط محددة. نعم. هل ينبغي أن ندرس التاريخ أم لا؟ ولماذا؟ نعم نعم. يعني التاريخ يا دكتور محمد يمثل الهوية، يمثل الانتماء، يمثل، أنا أقول أن التاريخ هو المذكرة التفسيرية للنص الدين المقدس. يعني إذا قلنا بأن السنة النبوية هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم، أيوة، فالسنة النبوية لم تظهر إلا في إطار تاريخي يعني. ولذلك قيل أن المؤرخين بدأوا محدثين ثم انتهوا مؤرخين. يعني كيف أفسر القرآن الكريم بعيدا عن التاريخ؟ يعني احنا كان في أسباب النزول نفسها، أسباب النزول، الناسخ ومناسبة الحديث نعم كل هذا. هذا في التاريخ يا دكتور، أحسنت، هذا يدخل في التاريخ. طبعا التاريخ هو الوعاء الكبير لكل هذه المعارف. يعني تمام. يعني ما هو التاريخ؟ التاريخ هو كل منجز بشري، هو تاريخ. فكل ما نعيشه الآن بأبعاده السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الفكرية، السلوكية، الأخلاقية، القانونية، كل هذه بعد 50 سنة أو 100 سنة ستصبح تاريخا. تمام. ناخد إجابة مختصرة برضو من حضرتك، الفرق بين التاريخ والتأريخ. نعم. التاريخ كما ذكرت هو الحدث نفسه، الحدث وتدوين هذا الحدث. تمام. أما التأريخ هي كيفية فهم وتفسير هذا الحدث. وطبعا هناك إشكالية، يعني هل يقتصر دور المؤرخ على رواية الحدث؟ ما انت بتحكي وجهة نظرك يا دكتور. وهنا لك أغراض، مش انت يعني صحيح. له أغراض أتفق، وله أتفق، اتجاهات أتفق، وله مشارب. أتفق معكم، أتفق تماما، أتفق تماما. هذه وجهة نظر معتبرة يقودها فريق قوي جدا من المؤرخين، اللي هي ما تسمى بالمدرسة الوضعية أو مدرسة الوثيقة. يعني أنت دورك كمؤرخ فقط ترصد الحدث، رصد الحدث، ودورك يتدخل في مدى مصداقية ومدى نقد هذا الحدث من خلال الوثيقة، نقدا ظاهريا ونقدا باطنيا، وفي النهاية تسجل أن هذا الحدث صحيح من الناحية التاريخية، لكن لا تتدخل أنت في تحليله أو تفسيره أو تعليله أو استنتاج نتائج معينة. هذا ليس دورك كمؤرخ. تمام. هذه وجهة نظر الأولى. وجهة النظر الأخرى يعني مختلفة تماما، تقول يعني ليس دور المؤرخ فقط رصد الحدث، وإلا كما ذكرت هذا دور الإخباري. لكن المؤرخ لابد أن يمتلك مهارات كبرى حتى يتمكن من دراسة التاريخ. وهنا تأتي مسألة العلوم المساعدة. يعني المؤرخ ليس فقط الذي يقرأ التاريخ، لكن المؤرخ لابد أن يكون ملما بعدد كبير من العلوم المساعدة. تمام. الاقتصاد، الاجتماع، علم النفس، القانون، كل هذه العلوم لابد، الجغرافيا، لابد أن يعني يتقنها المؤرخ ببراعة. وإلا وهنا تظهر مسألة الفارق ما بين مؤرخ ماهر ومؤرخ آخر يعني قد يكون أقل مهارة من